المسلسل بيتكلم عن لغز مثلث برمودا، وهو مكان موجود على الخريطة في غرب المحيط الأطلسي، ومعروف عنه إن أي طيارة أو سفينة بتقرب لموقع المثلث ده بتختفي، ودي حقيقة. لكن لغاية وقتنا هذا محدش فاهم ده بيحصل ليه وإزاي، وهل السفن دي بتغرق ولا بتختفي فعلا، لأن ما بنلاقيش ليها أي أثر. والمسلسل بيحكي عن لغز من ألغاز اختفاء سفينة في مثلث برمودا اللي حير العالم معاه. بتبدأ الحلقة الأولى من داخل مستشفى للأمراض العقلية، ومورا بتسأل أبوها عن مكان أخوها، وبتتهمه إن هو السبب في اختفاء السفينة اللي أخوها كان عليها، وبتصرخ فيه زي المجنونة وبتقوله أنت أكيد مسحت ذاكرتي عشان ما عرفش أنت عملت إيه. وأمر الحراس ياخدوها بالقوة على أوضتها، وبتصحى فجأة من النوم وبتكتشف إنها كانت بتحلم. بتتفاجئ إن إيديها عليها علامات جروح مكان الرابطة زي ما كانوا رابطينها بالظبط في الحلم. وأول ما فاقت قرت خبر عن السفينة المفقودة ميسيوس، وكمان لقيت جواب من اخوها التاني بيقول لها انه عارف اللي ابوهم عملوا معاهم، وبيطلب منها تقابله في نيويورك اول ما السفينه اللي هي راكباها ترسى فيها، وحذرها انها تامن لاي حد في طريقها او تسمع له. ووقفت مورا قدام المرايه وفضلت تردد اسمها وكل بياناتها عشان ما تنساش هي مين، وفضلت تقول لنفسها انا مش مجنونه. واول ما خرجت مورا لقيت نفسها راكبه سفينه في عرض المحيط ومعاها ركاب كتير، والأجواء هادية جدا ومريبة، وواضح إن الرعب هيبتدي. وبنشوف العمال اللي بيشتغلوا في السفينة تحت بيتكلموا عن سفينة بروميسيوس اللي اختفت ومحدش عارف لها طريق. وبتدخل مورا صالة الطعام اللي بيكون فيها الركاب من كل الجنسيات، ودول بيكونوا ركاب الدرجة الأولى، وبرضو كلامهم بيكون عن سفينة بروميسيوس والإشاعات اللي حواليها، وبيقولوا إن السفينة اللي هم راكبينها دي من صنع نفس شركة سفينة بروميسيوس اللي غرقت. وجات واحدة اسمها ويلسون بتقعد على ترابيزة مورا وبتسألها هل انت دكتورة فعلا، ومورا قالت لها انها دكتورة في المخ البشري، وسألتها هو مخ الانسان بيشتغل ازاي، ومورا قالت لها ان مخ الانسان اكبر من السماء واعمق من البحر وقوة استيعابه تفوق الخيال لو قدر يركز مع قدراته البشرية. وفجأة دخل عليهم شاب من ركاب الدرجة الفقيرة وبيستنجد بيهم ومحتاج اي دكتور يلحق اخته اللي بتموت، والحرس بيدخلوا يشدوه ويرموه بره، بس مورا بتجري تخرج وراه عشان تساعده، وبيوديها لاخته فعلا اللي بتتفاجئ انها حامل في الشهر السابع والجنين محتاج يتقلب جوه بطنها والا هيموت. ومحدش بيفهم لغه مورا الا اخت البنت الصغيره، والام بتلوم ابنها انه جاب لهم حد غريب وان الدكتوره دي هتموت الجنين وان الجنين ده ابن الرب. ونروح لروسيان واحد من ركاب الدرجة الأولى، وبيكون واضح قوي إن مراته ما بتطيقهوش بس بتمثل إنها بتحبه، وهو عارف ده كويس، وهنعرف بعد كده هي بتعمل معاه كده ليه. ونروح لمورا اللي بتتجاهل كلام الأب والأم وبتقلب الجنين في بطن البنت، والشاب بيشكرها، والبنوتة الصغيرة بتسألها وهي خارجة هو انتي كمان في جنين في بطنك؟ وهنا مورا بتتخيل حاجات بتوترها وبتطلع جارية على ظهر السفينة وبتلاقي القبطان في وشها، وبيسألها هو انتي فعلا دكتورة في المخ البشري؟ وبيقولها واضح انك كنتي عند ركاب الدرجة التالتة والقواعد بتقول انك ممنوع تنزلي تحت. وفجأة المساعد بيجي يبلغه إن جات لهم إشارة مجهولة من سفينة بروميسيوس المفقودة، وموقعها بيبعد عنهم تقريباً 7 ساعات. وهنا الكابتن بيقرر إنه يروح ينقذ اللي باقي من ركاب سفينة بروميسيوس، لكن المساعد بتاعه بيكون رافض بشدة، بس الكابتن بينفض له وبيصمم يروح لهم. وده واحد اسمه أنخل وأخوه الكاهن اللي أول ما بيشوفه من الشباك إن السفينة بتغير اتجاهها بيترعبوا وبيرفضوا وكأنهم خايفين من حاجة إحنا ما نعرف. أما دول ركاب الدرجة الثالثة، وبنلاقي البنوتة الصغيرة بتقول لأختها الحامل إن السفينة بتغير اتجاهها، وحكت لها عن أسطورة غريبة بتقول إن كان في سفينة زمان ركابها قتلوا حوت وشياطين البحر غضبوا عليهم وقتلوهم، وتحول بعدها كل الركاب لأشباح تاني يوم، وده نفس اعتقادهم عن سفينة بروميسيوس المفقودة. ومورا بتروح أوضتها تقرأ تاني اللي على الظرف بتاع أخوها، وبتلاقي مكتوب عليه إن اللي اختفى هيظهر تاني، وبتروح تجري على الكابتن وبتسأله هو أنت فعلا قررت تروح تنقذهم؟ تفتكر إنهم هيكونوا لسه عايشين؟ فقال لها لو عايزة تعرفي هيكون في اجتماع بعد العشاء لركاب الدرجة الأولى، هقول فيه كل حاجة تخص الحوار
الحوار ده وسألها هو انت مهتمة ليه كده؟ هو في حد تعرفيه على السفينة دي؟ وشوشت نفسها بصوت واطي وقالت أنا، وبعدها توهت في الكلام. وبعد ما خرجت من عنده لقى ظرف في الدرج مكتوب عليه إن اللي اختفى هيظهر تاني. وبنشوف ويلسون تاني اللي بتخبط على الست الأسيوية والبنت اللي معاها وبتهددها إنهم لو اتكلموا تاني قدام الناس هيموتوا. وبعد العشاء بيدخل الكابتن ويبلغهم إنه قرر يروح لموقع الاستغاثة ومش هينتظر أي مساعدات من الشركة. وأنخل وويلسون بيعترضوا على الكلام وبيقوله مش المنطقي يعني ان احنا نغير مسارنا علشان استغاثة مجهولة المصدر، وكمان نصها عبارة عن ارقام مش مفهومة، والركاب اغلبهم بيقلق من التأخير اللي هيحصل في ميعاد رحلتهم. ولوسيان بيخرج كأنه مخنوق جدا وخايف من حاجة مجهولة ومتوقع وخايف انها تحصل، ومراته بتخرج وراه تلحقه. بعدها بنشوف واحد فقير اسمه جيروم بيتعرف على عامل في الدرجة الثالثة وبيكون باين عليه انه جعان جدا ومكلش حاجة من فترة، وبيتعرفوا على بعض جيروم وأوليك، وأوليك بيكون من ضمن الناس اللي معترضة على إنقاذ السفينة. وبعدها بيخرج الكابتن على سطح السفينة وبيتكلم مع مورا، وفجأة بتظهر قدامهم السفينة المفقودة اللي بتكون شبه سفينتهم بالظبط. ومساعد الكابتن بيرفض بشدة تاني وبيحذرهم وبيكون واضح انه خايف على حياته جدا، لكن محدش بيسمع له. والكابتن بيقوله انت المسؤول هنا بعدي لحد ما ارجع، وبيطلب من فريق الانقاذ ينزل معاه في قارب الانقاذ. ومورا بتعرض عليه انها تروح معاهم يمكن يحتاجوا مساعدة طبية. واحد من الفريق بيقترح على الكابتن انهم ياخدوا معاهم الكاهن اخو انخل كنوع من انواع البركة يمكن يهدي الناس هناك ده لو لقيوا حد عايش. وبنفهم من أنخل أخوه وهو بيكلمه إنه مش كاهن أصلاً وبيمثل عليهم. ولما جم ينزلوا بيستغربوا جداً من هدوء البحر المفاجئ، وبيقولوا إن معروف إن هدوء البحر الغريب ده بيتبعه موت كتير. وهنا اتنين من فريق الإنقاذ بيخافوا من الكلام وبيرفضوا ينزلوا يركبوا معاهم، والكابتن بيقرر ياخد بدلهم جيروم وأوليك عشان يجدفوا بالقارب، وبيبدأوا فعلا يتحركوا للسفينة. وأول ما وصلوا لقوا شكلها مرعب جدا، والكابتن أمر حارس الأمن إنه يستناهم في القارب لحد ما يطلعوا يشوفوا فيها حد لسه عايش ولا لأ، وأمروا إنهم لو ما رجعوش بعد ساعة بالظبط يطلب لهم المساعدة، والمفروض إنهم متوقعين إن في حد عايش وهو اللي بعت لهم إشارة الاستغاثة. والمرعب بقى إن أول ما بيطلعوا على السفينة بيتوقف إرسال الاستغاثة اللي كانت متواصلة وبتتكرر بدون توقف، وطاقم السفينة بيفهم إن اللي بعت الإشارة شاف فريق الإنقاذ اللي راح له. وفريق الإنقاذ بيلاقي السفينة واضح عليها جداً إنها مهجورة من سنين مش 4 شهور بس. وهما بيتحركوا الكابتن بيلاقي شريطة على الأرض وبيكون واضح جداً إنه عارفها كويس، والأغرب لما مورا جت تقرب له خباها في جيبه بسرعة. والمرعب أكتر إنهم بيلاقوا التليجراف بايظ، أمال مين اللي بيبعت الإشارة وخلاهم يجوا للموقع ده؟ وبنشوف واحد طالع من المية على السفينة الأساسية، وفجأة مورا بتشوف خنفسة مضيئة ماشية في الأرض وبتوجهها على مكان معين في السفينة، ومورا بتمشي وراها فعلا. وبيتسمروا مكانهم كلهم لما بيسمعوا خبط ورزع جاي من جوه دولاب في الأوضة، بس مورا كانت أجرأ واحدة فيهم وقربت وفتحته. والغريب إنهم لقيوا جواه ولد صغير ومش باين عليه أبدا إنه ما كلش لمدة 4 شهور، بالعكس تماما ده كان واضح إنه سليم وصحته كويسة. وطلع من الدولاب وهو ساكت وادى لمورا في إيديها مثلث أسود، وده فيه لغز كل اللي حصل للسفينة. ونروح للشخص اللي طلع من المية على السفينة التانية وبنلاقي معاه خنفسة مضيئة زي اللي ظهرت لمورا بالظبط، وحطها في الأرض قدام باب الغرفة، وأول ما مشيت الباب اتفتح له. وهنا بتخلص الحلقة الأولى. لو عايز تعرف السفينة دي اختفت ليه وإيه اللي جرى فيها وإيه اللي حصل للركاب هسيب لك لينك الحلقة التانية في صندوق الوصف وهتلاقيه قدامك على الشاشة دلوقتي. وبس خلاص، لو وصلت معايا لحد هنا اكتب لي في الكومنت رأيك في موضوع مثلث برمودا، السفن اللي بتروح هناك بتغرق ولا بتختفي زي ما بيقولوا، وايه التفسير المنطقي للظاهرة الغريبة دي؟